اولاد يلا يلا تفضل معنا. نعم. اهلا وسهلا. نعم. كيفاش كان التقييم ديالك المباراه اليوم؟ مباراه حقا صعبه اما ما خصم عنيد في الميدان ديالو. الحمد لله كنا كانت عندنا يعني الرغبه اكثر، كنا افضل في عده فترات في الماتش، هما كانوا عندهم بعض الفترات حتى هما كانوا افضل منا، ولكن حنا كنا اكثر من حيث الفترات، من حيث اول التسجيل، من حيث الرغبه في الفوز. الفريق اليوم اللي كان دافع جيدا وهاجم جيدا هما حنا. الحمد لله على الانتصار، رغم اننا بعض الفرص ما استغليناهمش، حتى هما ضيعوا بعض الفرص، ولكن الحمد لله اللي كان اكثر فاعليه هو اللي انتصر اليوم. الضغوطات كانت شي ضغوطات في اول ميطا ولا ثاني ميطا؟ لا ما كاينش ضغوطات الحمد لله، ما كاينش ضغوطات، ما يمكن احنا ما عندناش ضغوطات، احنا لان احنا في اطار تكوين فريق تنافسي، لان بدينا معطلين والحمد لله احنا كنلعبوا على اول الفوز، الا ما كانش الفوز غنزيدوا نشتغلوا، ما كاينش ضغوطات الحمد لله، انا مولف الضغوطات. شكرا لك. نعم.